سؤال ماذا بعد؟ يعني نعرف نحن قبل المباريات الكبرى ثم جلسات أمنية، بعد المباريات الكبرى ثم جلسات أمنية وإخبارات بأنه سنعمل وسنقوم. حبيت نبدأ بماذا بعد مرة أخرى، إيش صار في الأسبوع هذا؟ لكن تو بعد نحكي عليه في موضوع الترجي التونسي. لكن اليوم الحقيقة اللي جلب انتباهي الصورة اللي كانت موجودة عبود على صفحة رسمية مانشستر يونايتد في استقبال حنا بعل المجبري اللي رجع اليوم إلى مانشستر يونايتد. قلت في خضم الصورة القاتمة اللي حب البعض يصورها لتونس ويروجها لتونس بعد وقعة البارح، نعرف 24 ساعة صعبة جدا على المستوى الدبلوماسي والسياسي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد. ثم صور أخرى مهمة زادة قاعد تروج لنا البرة، كما صورة ولدنا كما سماوه هما هكا، مرحبا بعودة ولدنا التونسي حنا بعل المجبري في الصفحة الرسمية المانشستر يونايتد. أحباء يتصوروا معاه، صورته هو مبتسم، الكلام اللي تقال عليه. أنا نعاود نقول كرة القدم راهي خرجت من جلباب الاستحقاق الرياضي على الميدان، وخرجت من جلباب ثلاثة نقاط ونقطة وهزيمة، دخلت في استثمار. مثال حنا بعل المجبري هو واجه الاستثمار السياحي والاقتصادي والدبلوماسي الرياضي، نخدموا عليه كما نخدموا على أبطال أخرين في رياضات فردية ولا في رياضات جماعية. صورة متميزة جدا، عجبتني برشا، إن شاء الله نخدموا عليها، إن شاء الله هو يتطور وإن شاء الله يكون على قدر المسؤولية، لأنه كرويا ورى في المباريات الأخيرة أنه على قدر المسؤولية، وإن شاء الله الجاي خير لحنا بعل والمنتخب التونسي.